خلال صامويل إيتو أولا وصامويل إيتو ثانيا، وقد لاحظنا خروج كازياس، والآن متبادلة ما بين رونالدينيو وصامويل إيتو. التحول أخطر أخطر أخطر، انفراد الآن تنحط بالجول، جول ميسي، ميسي ليو ميسي ياتي ويسجل التعادل. حاول إيتو أولا وحاول إيتو ثانيا ووصلت إلى صامويل إيتو بعد ذلك، ووصلت في الأخير إلى ليو ميسي. ليو ميسي، ليو ميسي يشعل المدرجات، أشعلها الأرجنتيني ليو ميسي. وليو ميسي الآن يسجل الهدف الأول له في الكلاسيكو، الهدف الرابع طبعا في الليغا، لكن هو يلعب الكلاسيكو الثالث ويسجل الهدف الأول له في الكلاسيكو. لاحظ لاحظ العمل، لاحظ العمل الجميل والكرة، يا سلام، حلوة 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 اللقطة، حلوة حلوة اللعبة، صح وصلت صح وانحطت صح، كل شيء صح في هذه اللقطة. وبالتالي ليو ميسي الآن يسجل، طبعا هو عمره 19 سنة، رقم 19، والآن يأتي ويسجل هدف التعادل لمصلحة